المسلمين. عظيم. طيب في نفس السياق دكتور خالد، هل نعم. من تعقيب ولا أسأل السؤال الأول؟ الحقيقة عندي تعقيب يعني سريع جدا. أنت دائم التمسك بوقتك في التعقيب، تفضل. دقيقتين يا شباب، دقيقتين تفضل. وأنا شايف مرة تانية إن في عدم وضوح للرؤية، الخلط بين الدين والتدين، الاعتقاد الإنسان علاقته بالله سبحانه وتعالى هذا بينه وبين ربه وتطبيقاته بينه وبين ربه يسأل عنه أمام الله. إنما علم الدين هو ده اللي احنا بنقول إن فيه تخصص. التدين هذا للناس، علم الدين فيه تخصص. مرة تانية احنا فندم لم نغلق باب الاجتهاد، واحنا مش يعني أقصد علماء المسلمين لم يغلقوا باب الاجتهاد، ومن زمان قوي السيوطي وألف كتاب على عشان يعني السيوطي مش قديم قوي ومش قريب قوي. أي حد يجتهد يا شيخ خالد؟ 900. نعم أي حد يجتهد؟ ما احنا ليه ده النقطة التانية يعني ليه متخصص؟ علشان الاجتهاد له سلم احنا كلمنا عليه من شوية. إنما السيوطي قال الرد على من أخلد إلى الأرض وادعى أن الاجتهاد في كل عصر ليس بفرض، أو نفى أن الاجتهاد في كل عصر فرض. ده معناه إيه؟ معناه أن الاجتهاد مفتوح، ده واجب، ده لازم ننطلق، لازم نبدع، لازم نفكر في المسائل الجديدة. ده يعني مش مرتبة أنه حق، ده واجب علينا ان احنا نعمل كده، وواجب ان احنا نفكر في حل المشاكل. وانا اختم كلامي ان انا معجب بان حضرتك اطلقت على العلوم الانسانيه علوم انسانيه. العلوم الانسانيه يبقى اذا في علوم أخرى. ومره تانية العلم ليس هو التجريب فقط. عظيم. في